صف جديد من الناجح يرفع ايده على صفحتنا على الفيسبوك. واليوم وزي كل يوم عندنا اسئله لكل المشتركين ولكل المتسابقين، 10 اسئله مختلفه ومنوعه من مساقات ومواد مختلفه وايضا ثقافه عامه وفنيه. اليوم معنا كنان، كنان عمره 10 سنوات بالصف الرابع، واليوم كنان اذا جاوب على 5 اسئله من اصل 10 راح يربح عدة جوائز او 5 جوائز بالاحرى. جائزة الاولى من شاهين للعائلات، الجائزة الثانية من الفريد، من ارمي برجر، من جريلو شاورما، ومن برجر ميكرز. بدنا نمسي على كنان، نحكي له مساء الخير يا كنان. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله. اي صف انت؟ رابع. رابع. وكيف معدلك بالمدرسة؟ منيح. 90. منيح، تمام. كنان راح اسألك كل سؤال واعطيك 3 خيارات، وكل سؤال معك 10 ثواني تجاوب عليه. كيف؟ يمكن يمر عليك اسئلة صعبة، اذا حسيت انها صعبة جاوب اي جواب بتحسه قريب لإلك، تمام؟ اوكي؟ اوكي. يلا نبلش اولى اسئلتنا يا كنان. السؤال الاول، شو عاصمة قطر؟ المنامة، الدوحة، قطر. دوحة. الدوحة، برافو برافو، احسنت يا كنان. السؤال الثاني، من هو مؤسس جائزة نوبل؟ هل هو ألفريد نوبل، روبرت نوبل، ألفريد روبرت؟ ألفريد نوبل. يا سلام، نشوف الإجابة الصحيحة، الله عليك. ما معنى السؤال الثالث، ما معنى كلمة العراق؟ شاطئ الماء، هل تعني شاطئ الماء، العرق الصلب، الشجر الوفير؟ ماذا تعني كلمة العراق؟ شاطئ الماء، العرق الصلب، الشجر الوفير؟ شاطئ الماء. شاطئ الماء، نشوف الإجابة. رائع يا كنان، أحسنت أحسنت. يلا الحرب، السؤال الثالث بيحكي عن حرب، كم حرب عالمية حصلت في التاريخ؟ حرب واحدة، حربان، 3 حروب، كم من حرب عالمية صار؟ حرب، حربان، نشوف الإجابة. رائع 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 يا كنان، رائع. السؤال الخامس، ماذا يحد الأردن من الجنوب؟ السعودية، العراق، أم سوريا؟ السعودية. السعودية، يا وإجابة صحيحة، رائع يا كنان، حصلت على جوائزك لأنه أول 5 أسئلة بتجاوب عليهم صح تحصل على جوائزك، ولكن بدنا نكمل الباقي. من هو موسيقار الأجيال؟ تامر حسني، حميد الشاعري، محمد عبد الوهاب؟ محمد عبد الوهاب. يا سلام يا سلام، مع اني سامع حدا هيك حواليك عم بغششك، بس مش مشكلة عشان ترسى هاي المعلومات في ذهنك. يا سلام، واجابة صحيحة زي ما احنا شايفين. من هو، السؤال السابع، من هو الحيوان او ما هو الحيوان الاقوى ذاكرة؟ هو الفيل، الجمل، النمر؟ اقوى ذاكرة عند مين من هاي الحيوانات الثلاث؟ الفيل، الجمل، النمر؟ الفيل، نشوف الاجابة. للأسف هو الجمل، اخطأت يا كنان في هذا السؤال، ولكن انت جاوبت على أسئلة كثيرة. نروح للسؤال الرياضيات، كيفك بيجي جدول الضرب؟ يلا، ما هذا المجموع؟ اعطيني مجموع هذا الرقم، 7 ضرب 8 ناقص 6 زائد 1. 7 ضرب 8 ناقص 6 زائد 1، المجموع 49 51 27. يلا يا كنان، 7 ضرب 8 51، نشوف الإجابة. للأسف هي 49 يا كنان. بيجي للسؤال التاسع، أين تقع الغدة النخامية في جسم الإنسان؟ في الرقبة، في الدماغ، في الجهاز الهضمي؟ أين تقع يا كنان الغدة النخامية؟ في الرقبة، في الدماغ، في الجهاز الهضمي؟ الدماغ. في الدماغ، نشوف. يا سلام، أحسنت يا كنان، أحسنت. نيجي للسؤال العاشر، من هو اللاعب الملقب بالجناح الطائر؟ كروف، مارسيلو، روبن؟ يلا، من هو اللاعب الملقب بجناح الطائر؟ روبن. شوف الإجابة، أخطأ، ولكن حصلت على مجموع عالي. خلينا نشوف قديش حصلت على مجموع. حصلت على 7 من 10 يا كنان، أنت ناجح، ارفع إيدك، الله عليك يا كنان، مبروك عليك جوائزك من شاهين قسيمة، من شاهين للعائلات البيادر، من الفريد قسيمة التسوق، من أرمي برجر، من جريلو شاورما، ومن برجر ميكرز. مبروك يا كنان، شطور، أبدع، أحسنت يا كنان. أما أنتم جمهورنا، جاوبوا على هذا السؤال، ما هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان مباشرة؟ في التعليقات. بنشوفكم الحلقة القادمة، سلامات. للمشاركة في البرنامج أرسل اسمك وعمرك على رقم الواتساب
0786 او ارسل رساله على صفحتنا على الفيسبوك @mizaj_fm.